السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص بعض الاضافات والمكملات الغذائية في تربية الارانب. اذا ممكن اضافة بعض المكملات الغذائية للغذاء الرئيسي للارانب، وهي عبارة عن مقاومة يعني هذه الأغذية ممكن أن أو المكملات ممكن أنها تكون مقاومة للأمراض المنتشرة إما في الأقفاص أو التربية الأرضية. وهذه المكملات إما هي عبارة عن فيتامينات، وذلك لزيادة الإنتاجية وكذلك لحماية صحة الأرانب. وهناك مضادات حيوية مثل تراميسين الذي يحمي من الالتهابات المعوية، وهناك أيضا مضاد الكوكسيديا أو الإسهال، وممكن استعمال الخل من حين لآخر لأن الأرانب كتمرض كثيرا بالإسهالات. وهناك أيضا الماء، بحيث أن الماء ضروري في جسم الأرانب كما هو ضروري لكل كائن حي. يعني كاين الناس اللي كيقول لك احنا ما كنعطيوش الماء للأرانب، وهذا راه خطأ، يعني خطأ شائع. أنا غادي نشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة، لأن الماء هو ضروري لكل كائن حي أولا، فهو يساهم في تكوين الدم والسوائل الأخرى، وتتوقف كمية الماء التي يحتاجها الأرنب على عدة عوامل، منها درجة الحرارة والرطوبة ونوع الغذاء المستخدم ومرحلة النمو وحجم الأرانب. ومن بين هذه العوامل أيضا هناك عمر الأرنب، حيث أن الأرنب الصغير يحتاج الماء اكثر من الارنب الكبير، يعني الناضج او احنا نقولوا الام او المهم الذكر الكبير. اما في الجو الحار الناس اللي كيقولوا احنا ما كنعطيوش الماء، فيستهلك الارنب كميات كبيره من الماء، ويقل استهلاك الماء عندما تتغذى الارانب على ماده الاعلاف الخضراء، يعني النباتات الخضراء او اي حاجه، يعني حتى القشور ديال الخضر كتعتبر حتى هي، وهي غالبا كتكون في النباتات الخضراء، يعني كتحتوي على نسب عاليه من الماء. اما الامهات المرضعات، وهو هذا لب الموضوع ديال هذا النهار، فتحتاج الى كميات اكبر لانتاج الحليب. يعني الماء راه كيساهم حتى في انتاج الحليب، يعني ماشي نقولوا احنا ما كنعطيوش الماء وباغي الأم أنها يولي فيها الحليب بزاف، هذا خطأ كبير وخطأ شاسع. ومن الأفضل يعني لكل مربي أنه من حين إلى آخر يزيد بكربونات الصوديوم يعني في الماء، لأن بكربونات الصوديوم كتمنع الانتفاخات. وهذا بيكربونات الصوديوم شحال واحد كيقول لي في التعاليق شحال النسبه انكم ديروا ملعقه كبيره في لتر من الماء. وهو هذا بيكربونات الصوديوم راه صالح لجميع الاعمار. انا شحال التعاليق يقول لك واش الارنبه الحامل ممكن ان نعطيوها بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم صالح لجميع الأعمار، صالح للعشر، صالح للأم يلاه ولدت. مهم بيكربونات الصوديوم ديما تزيدوه مع الماء، وحتى هو راه كيتعتبر مكمل غذائي بجانب يعني الفيتامينات أو أي حاجة مكملة غذائية. راه بيكربونات الصوديوم أنا كنحاول أنني نعطيه لهم ديما إلى جانب الخل. حتى هو راه درت واحد الحلقة سابقة بيكربونات الصوديوم مع الخل، فهو يعني مضاد حيوي فعال، وهو غسيل كلوي، ممكن أننا نعتبره غسيل كلوي
يعني مجاني خل ما كيت رخيص الثمن وبيكربونات الصوديوم توا رخيص الثمن. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، ما تنساوناش بزر جام، الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله، كيوعلى زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.